ده جعر البلد بيتكون فيها طبقة جديدة من الملاك بإشراف الجربوع ده. عشان كده هتلاقي المشترك بينهم إن كلهم شوية جرابيع بيبلغوا على بعض لما يقعوا ببعض ويكسروا القانون ويشتموا في البلد وغرقانين في الفساد. المشكلة إن الجرابيع دول هم اللي بيطلعوا القوانين ويفرضوا الضرائب ويغلوا على الناس ويقولوا إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي مش مسموح بيه. يا حضرات، المنطق بتاع الجرابيع دول منطق أنا الحكومة، وإذا كان ده منطق وزراء وبرلمانيين فما بالك بمنطق الجربوع ده؟ ما بالك بمنطق عباس كامل وحسن ومصطفى ومحمود؟ مش بعيد تسمعهم بيقولوا زي ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. إذا كان الراجل عبد الرحيم بيقول لك أنا الحكومة أنا القانون، إذا كان همام العدلي تاجر السلاح الحرامي بيقول أنا فوق القانون، يبقى ده يقول أنا ربكم الأعلى. أيوة، أو على رأي نزار قباني لما قال مسافرون نحن في سفينة الأحزان، قائدنا مرتزق وشيخنا قرصان، مواطنون دون ما وطن، مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن، مسافرون دون أوراق وموتى دون ما كفن، نحن بغايا العصف، كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن، نحن جواري القصر، يرسلوننا من حجرة لحجرة، من قبضة لقبضة، من ملك لملك، ومن وثن إلى وثن، لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالخوف والدموع، إذا تظلمنا إلى الحامي حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإذا تضرعنا إلى رب السماء قيل لنا ممنوع، وإن هتفنا يا رسول الله كن في عوننا يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع، وإن طلبنا قلم لنكتب القصيدة الأخيرة أو نكتب الوصية الأخيرة قيل لنا أن نموت شوقا غير الموضوع، يا وطن المكسور مثل عشبة الخريف، مقتلعون نحن كالأشجار من مكاننا، مهجرون من أمانينا وذكرياتنا، عيوننا تخاف من أصواتنا، حكامنا آلهة يجري الدم الأزرق في عروقهم، ونحن نسل الجارية، لا سادة الحجاز يعرفوننا ولا رعاع البادية ولا أبو الطيب يستضيفنا ولا أبو العتاهية، إذا مضى طاغية سلمنا لطاغية.